السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في قناتكم محمد هذا بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم عليك رسول الله. رانا في الحدود خوتي وجينا نصور لكم السيارات الكافي ماوت. خوتي بكري كانوا يخلصوا الطريق ما بين البلدين بالالماني اسمه ماوت، بالانجليزي تول وبياج اون فرونسي. ورانا في شركه اودي نصور لكم في السيارات في مدينه كيل الحدودية مع مدينة ستراسبورغ الفرنسية. المهم الشبوب والهبوب، صلى على رسول الله. سخانة راهي تقطع باب عزيزي، والسيارات خاوتي ما راهمش رخاص، معناتها خاوتي راهم غاليين شوية، زادوا الأكل، زاد كلش، زاد في ألمانيا، ثم السيارات ثاني ولات غالية خاوتي. المهم ربي يحميكم ويعطيكم الخير ويحفظكم إن شاء الله، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله يا رب. صلوا عليه. وصلي على رسول الله تربح، واضرب الله يدعم خوك. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. تي تي ار اس اودي تي تي كوبي 45 تي اف سي، يدخل للجزائر اقل من 3 سنوات هذه السياره. والسعر، السعر نقول لكم شحال السعر، ارواح الاخضر هاي مغلوقه، الشبوب والهبوب والسخانه راهي تقطع. المهم خوتي نحسب لكم على 20 باش يجيني حساب ساهل، وانتم خوتي اللي عنده الاله الحاسبه يحسب وحده في الدار، اس لاين يحسب وحده في الدار شحال تجي. الله يبارك ما شاء الله. المهم خوتي 245 بي اس، 12900 كيلومتر، 2020 بنزين، 42930، حاب يقول 860 مليون جزائرية. هذا هو، راني نحسب على 20 خوتي باش تجيني سهلة، وانت يا اضرب بالحساب في الدار. المهم طونوبيل زينة تدخل للجزائر اقل من 3 سنوات. ربي يحميكم ويحفظكم، اللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد، وربي يعطيكم الخير ان شاء الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تربحوا. مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. اللون رائع، سياره اودي اطروا تدخل للجزائر اقل من 3 سنوات، الشبوب والهبوب والحطه وكلش. واضرب الله يدعم خوك، راهي سخانه تقطع وخوك راهي يصور، وانت تتفرج في البرود وانا راني نعرق، راني مطربق بالسخانه. صلي عليه. معليش في خاطركم خاوتي، كان حبابي وخاوتي وناسي اللي بفضل الله وبفضلهم هما اللي ولا عندنا اسم محمد ادم، والله ما خساره فيكم. نجو السخانه ونصور لكم. اطور واسبورت باك 40 تي اف سي، كوير جلد 190 بي اس، 20000 كيلومتر، 2022 بنزين، راك تقراو فيها. والسعر 39800 مليون، 39930، معناتها انا راني نصرف على 20 باش تجيني الحساب سهل 800 مليون. لكن انت يا خويا العزيز شوف الاله الحاسبه واحسبها على السوق السوداء ولا على حساب البنك. المهم اضرب الله يدعم خوك، صلي على رسول الله، ونتلاقاو ان شاء الله في سياره اخرى. صلوا عليه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. يا محاينك اودي ا5 كابريو، راني جايك السعر، راني جاي. افتح الاخضر هكا شوف. اللهم صل عليك يا رسول الله. يي تحيه الاخضر وكاع قاعده وحبابنا وناسنا. ا5 خويا نموت على اللون الاحمر، انا ما على باليش عليه خويا. تي اف سي اي هذه 45 موتور كبير، هذه ا5 40 موتور اصغر، وهذه ماهمش دايرين. المهم خويا العزيز اختي العزيزه، الشبوب والهبوب الله يبارك ما شاء الله. هذه دير 48000 اورو، دبر راسك انت كيف. هذو قاعد يدخلوا الجزائر جدد في عامهم وبنزين، استغفر الله يا ربي. هذه ديزل 2022 ما تدخلش، 204 بي اس، السعر تاعها 48000 اورو. وهذه 47000 اورو، هذه بنزين 2022 تدخل للجزائر تقريبا 900 مليون. وهذا حمر بن حمر
54 مليار و200 مليون جزائريه، بنزين 2022 ويدخل للجزائر. صلوا عليه تربحوا، اضرب الله يدعم خوك ونتلاقوا في سياره اخرى ان شاء الله، ربي يرزقنا الحلال. اضرب الله يا جدك، صل على رسول مرة أخرى، صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محالك الغول هذا اللي تشوفوا فيه قدامكم خاوتي، تي تي كوبي 45 تي اف سي اي كواترو، جاية في الأودي. خويا العزيز اختي العزيزة، الشبوب والهبوب راه فيها هذه السيارة. خويا العزيز اختي العزيزة تدخل للجزائر أقل من 3 سنوات، وفيها تخفيض. تخفيض خاوتي، نشوفوها الداخل ونجي نشوفوا التخفيض. نضربوا عليها طلع من اللور، يا هي قلبي تيتي. اروح نشوفه الاخضر، افتح هكا شو. المهم السعر اللي كان فيها خاوتي 245 بي 14000 كيلومتر 2022 بنزين، هاي ليك سوبر، كانت 54000. شحال رجعت ولي دير؟ نقصوا لها تقريبا 6000، ولا تدير 48990. حاب يقول نقول 49000، معناتها تقريبا مليار. هذه خاوتي راني نصرف، راني نحسب على 20 بالنسبه للجزائريين. بالنسبه للبلدان الاخرى راه 48990، كل واحد وبلاده، كل واحد عنده الاله الحاسبه ويعرف شحال السعر. صلوا على رسول الله ونتلاقاو في سياره اخرى ان شاء الله. ضرب الله يدعم خوك ونتلاقاو في الخير ان شاء الله. اضرب الله يدعم خوك خاوتي، والسيارة هذه إن شاء الله ربي يرزقنا الحالة. شوف لي كولور يا محينك، أسطروا أسطروا في الشباب جديدة 2023 خاوتي. السعر تاع هذه يتراوح ما بين 45000 و 50000 أورو. الأخضر افتح ما كاشو، أسطروا ربع بواقات من لوريال عزيز لويز. هذو ما مجرين لها السعر تاعها، بصح أنا نعرف السعر تاعهم أبي بري. الله يبارك، عجبتني اللون تاعها، قلت والله ما خليها في قلبي وما خليهاش في قلبكم. على بالي كاين ناس كيما انا بزاف اللي يحبوا الالوان. المهم ربي يحميكم يعطيكم الخير، صلوا على رسول الله والى سياره اخرى. المهم خوتي ماكسيموم تاعها دير واحد المليار 50000 اورو جديده بنزين تدخل الجزائر هذه. صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. معلومه خاوتي نمدها لحبابي، المهم صلوا عليه تربحوا، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ضرب الله يدعم خوك، معكم محمد ادم. رانا في شركه اودي في المانيا، وفي المانيا حنا رانا في الحدود مع فرنسا، وبالتالي الشركات تقريبا هم كاع كاتبين لكم نو بارلون ايغالمون فرونسي، معناتها يهضروا الفرنسي يا باب عزيزي. كاين بزاف ناس يقول لك خويا محمد ادم عاوني عيط لهم انا عش الماني، والله هاملي شركات تقريبا في المانيا كاع يهضروا انجليزيه، الالماني والانجليزي يهضروهم، والشركات اللي جايين على الحدود كاع يهضروا الفرنسي، وحتى الشركات اللي جايين داخل وسط المانيا وتلقاهم يحكوا الفرنسي مرات. لان خاوتي ربي يحفظكم يعطيكم الخير، سامحولي بزاف. كاين بزاف يقول لك عاوني عاوني، انا خاوتي واش تقدر تعاون؟ واش تعاون؟ واش تخلي؟ واش 7 ولا 10 ولا 1000 ولا شحال ولا 100000؟ الله يبارك راكم، الله يبارك عليكم، ربي يحفظكم، راكم ما شاء الله. وما نقدرش نعاون 50000، واحد راه عنده حياته وعنده خدمته. هذه يا خاوتي، عذروني عذروني خاوتي، وانتم احبابي وناسي، وانتم بفضل الله وبفضلكم اللي طلعنا. راني نجاوب على اللي نقدر نجاوب عليه، واللي ما نقدرش نجاوب عليه يسمح لي وصاي. الله يحميكم يحفظكم، صلوا على رسول الله، ضرب الله يدعم خوكم، تلاقوا في الخير ان شاء الله، وربي يعطيك وحده كيما هذه.